السلام عليكم حبايب قلبي، طلاب الصف الاول الاعدادي. هنحل مع بعض النهارده الدرسين الاول والثاني من الوحده الخامسه، اللي هو من صفحه 210 لحد صفحه 221. Is the opposite of higher. higher يعني اعلى، عكسه lower اللي هو ايه؟ اوطى. We get the noun from the adjective ill. ill يعني مرض، سوري مريض. the edge يعني صفه، هنطلع منها اسم هنحط لها نس، خد بالك، حط لها رين تبقى نسرين. The word dirty. dirty يعني قبيح، يعني مش نظيف. is the antonym اللي هو العكس of clean، نظيف، خد بالك نظيف. The word powerful. powerful يعني strong، يعني قوي. هو طالب same meaning. same meaning يعني synonym، يعني تعني مين، خد بالك انت، مش عارفه تبني. يلا بينا صفحه 215، وانت عندك هنا اختياري تافه خالص، بيقول لك there is too much rain، ده مشيتها كتير مطره. and the river flows، اللي هو النهر يفيض، واخد لي بالك. there might be، طبعا اكيد في flood، في فيضان، الدنيا دي كلها can cause a lot of problems، بيسبب مشاكل and make our lives worse. ده اللي هو الكلايمت تشينج، اللي هو تغير المناخ، ده هو اللي بيسبب مشاكل كتيره جدا وبيخلي حياتنا أسوأ بكتير. انت هنا بتتكلم it's better to not. to دي بيجعلها فعل في المصدر، طبعا كل فعلك مهم المصدر. لما problems يعني مشاكل، المشاكل ملهاش الا يا اما face يعني يواجه، او solve يعني حل، بس دي الافعال اللي بتيجي مع كلمة problems. Egypt has a lots of natural reserves او resources، اللي هي مصادر او موارد طبيعية. the last time اليوم الاخر وقت يعني we had any rain، ما عندناش اي مطر، was 3 years ago، من 3 سنين يعني اخر مره شتت كانت من 3 سنين، يبقى ده جفاف يا غالي، drought. water not is one of the most worrying problems facing the world today. water ايه؟ اكيد water security، اللي هو scarcity، اللي هو ندره المياه. she was out of the, in the sun for too long، عشان هي قعدت فتره طويله في الشمس، يبقى هي عندها هيد ستوك، اللي هي بعد الشر ضربت شمس. الله يرحمها، اختي ماتت اساسا. ذا نوت ديسترويز اور انفايرمنت، اتس دينجرس. طبعا هنا اكيد انا خايفه اقول لكم الصن، بس مش اللي هي وايلد فاير. وايلد فاير اللي هو حرائق الغابات يا غالي، محدش يقول الصن. بس انا عايز اوضح نقطه، انه من ضمن طبعا الصن يعني شمس مهمه جدا للحياه، بس الغابات الكثيفه مع الشمس مع الرطوبه العاليه بتعمل حرائق غابات. water scarcity اللي هو ندرة المياه has a not effect on us، طبعا negative effects، طبعا لها تأثير negative يعني سلبي. when we use dirty water لما بنستخدم المياه اللي مش نظيفة، it causes تسبب a lot of illness، بسبب بعد الشر أمراض كتيرة. when you have a cold، لو انت عندك cold برد، your mouth and nose with tissue cover، غطي وجهك بكفر بتيشو منديل. is when there is no rain for a long time، اللي هو drought، الجفاف ده يعني no rain يا باشا، يعني مفيش مطر يا باشا. when there is too much rain لما يكون دبش كتير، that is cold أو this is cold flood، مطر كتير ما هو شتاء، flood فيضان يا غالي. smoking has a bad effect، في فرق بين effect و affect. affect ده فعل يؤثر، effect تأثير، bad effect. يلا بينا صفحة كام يا شباب اللي يدعى لها الدور اللي قدامنا دي، صفحة 216، فيها سؤالين بس. in some areas، في بعض المناطق، people not from water scarcity، people suffer، suffer يعني يعاني. he works very hard to not more money، اكيد يعني to earn more money. earn يعني يكسب فلوس، بس انما لو هيكسب اخلاق او صفات او اي حاجه فيها ميزه gain. دي صفحه 218، وعندك 219 اسئله على فعل التفضيل، او اللي هي ذا وصفه و اس تي، وذا مور او موست وصفه و اس تي برضه لو كانت صفات كبيره، ذا موست وصفه اس تي او ليست وصفه اس تي. The not impact of dirty water can be on children. The biggest impact، التأثير الأكبر من المية طبعا على الأطفال الصغنطات.
Water scarcity is one of the most worrying problems facing the world. واحدة من أكثر الأمراض المرعبة اللي المقلقة يعني مرعبة إيه بس. On average يعني في المتوسط temperatures are not than. بصوا أنا دايما كنت بقول للعيال عندي إيه يا حبايبي. ذان دي يعني من أول ما تشوفها هتلاقي أختها إيه أرعى هاير، بس أول طلبة عندي لازم تتعلم. Water can be not dangerous for the children. طالما قلنا ذان يبقى more. More دي بتيجي مع الصفات الكبيرة غالي. The not thing that could happen. الشيء اللي ممكن يحصل is that no reaction is taken. مفيش أي فعل أي حاجة اتعملت لتحل المشكلة. The worst thing. The worst. الشيء الأسوأ. The worst thing. الشيء الأسوأ. The temperature in أندونيسيا was 5 degrees. درجة الحرارة 5 في الأندلسية. Then usual this summer. لا than يا باش. Than usual. Higher than. يعني أكبر من العادي في هذا الصيف. The towel. تاول يا اخوانا اللي هي المنشفة is not than the pyramid. سوري تاول ايه تور تور. البرج اطول من من البيراميد. taller than اطول من taller than اطول من tall ER than. بتاع القاعدة ده يا جماعة انتوا بتاخدوها من ابتدائي. bracelets اللي هي الاساور are not than rings. اغلى طبعا مور لحد اللي هات اي حاجة غير طبعا expensive دي صفة كبيرة فلازم تحط لها مور. دي بتيجي مع الصفات الكبيرة more expensive than. The desert is the not habitat on earth driest اللي هي يعني أكثر البيئات جفافا على مستوى العالم الصحراء. Playing video games لعب الفيديو games isn't not than learning new skill مش مفيد أكثر من تعلم حاجة جديدة new skill. new skill يعني مهارة جديدة خلاص. يبقى isn't طبعا useful دي صفة مش كبيرة بس احنا هنحط لها more وده ملوش دعوة بال isn't more useful than isn't more useful than يعني مش اكثر فايدة من. social studies اللي هي الدراسات الاجتماعية is not subject of for me يعني اصعب حاجة عندي. the most difficult subject اكثر الصفات طبعا most بتيجي مع difficult عشان difficult صفة بغلى شوية. I think Hurghada أنا أعتقد إن الغردقة is the not place for summer vacation. طالما في ذا يا جماعة يبقى الصفة البغلة الكبيرة خالص اللي هي أو اللي هي فيها EST يعني EST اللي هي القبة الحاجة الجامدة يعني. The Great Pyramids is famous. لا more famous. more famous than أصل كلمة famous دي صفة famous دي يا شباب ما ينفعش نحن إيه نحط لها ER حد يبقى فمصر. Climate change تغير المناخ is the most dangerous يعني أكتر حاجة إيه متعبة. The river Nile اللي هو نهر النيل is the longest. لا ده في ذان يبقى longer حطوا له إيه آر يا غالي longer than أطول من نهر التيمز. The whale shark اللي هو الحوت is the big لا biggest حط كلمة big وحط دبل الجي وحط EST ليه لأن صفة big دي صفة مكونة من مقطع واحدة غالي فلازم تدبل الحرف الأخير يعني تبقى ثلاث حروف لا هتعمل عشان تكبرها كده تبقى شكلها قيمة كده في وسط الكلمة. حط دبل الحرف الأخير وحط لها EST تبقى زي الفل وتشتغل معاها. lake باكلال is the deepest lake in the world أعمق بحيرة في العالم. شايف كلمة deep يعني عميق حط لها EST هتبقى deepest تبقى أنت كده فل شمعة من ورا الله يبارك فيك. What is the not place شفت ذا حط most exciting place أكثر مكان شيق في العالم. August is the hottest month hot اهي حط تي كمان ما كلمة hot صغنططة زي big لسه قايل لكم شو المصحف hottest الأكثر حرارة الأكثر حالي your bike اللي هو العجلة بتاعتك is newest the newer يعني هي كلمة new اهي تمام انت شفت ذا حط لها newer. who has لا ده هنا هو هنا كاتب heaviest bag in the classroom حط لها ذا انا حتى احط الذا جنبها نوتشن ايه مكان صغنطط يبقى حلو ذا heaviest يعني ده اتقل شنطه في الفصل. wearing sandals اللي هو لبس الصنادل is more comfortable than wearing shoes اكثر من لبس الشوز. mount everest اللي هي جبل ايفرست is the طبعا اطول جبل في العالم طوله ايه حط لها est
tallest. هنا read and complete the text. يعني اقرأ وكمل النص. bigger أكبر من affects. بس هو مش جايب لك من اللي هي زي انت هتلاقيها في النص. affects يعني تأثير أو يؤثر الفعل. biggest الأكبر عايزة the temperature درجة الحرارة وكانت يعني لا يستطيع. one of the reasons واحد من الأسباب for water scarcity is climate change. يعني تغير المناخ واحد من أسباب ندرة المياه. on average في المتوسط نقط are higher than higher temperatures اللي هي درجات الحرارة دي أول واحد تبقى أعلى من مش عارف عن الحقيقة بس هنعرف ده. where in the past يعني أعلى من الماضي. in some places في بعض الأماكن there is also less rain مطر أقل. so there isn't as much water in lakes في مياه أكتر and rivers. تمام يعني مطر أقل ومفيش مفيش مياه أكتر as much water isn't as much يعني في مياه بس مش ده زمان. water scarcity not people in different ways affects بتأثر على الناس في مختلف مناحي الحياة. يعني مثلا farmers for example الفلاحين can't grow as many crops as they used ما يقدروش يزرعوا زي ما كانوا متعودين. without crops من غير محاصيل to sell للبيع they can't earn money. يا راجل يعني انت كل همك في الفلاحين اللي مش هيكسبوا فلوس. الله يديك الصحة يا شيخ الله يسامحك. a lake of water نقص المياه نقص المياه can also mean that people have to walk a long ways to find هيمشوا كتير بقى. المهم negative ده هيأثر على المهم on their health على صحتهم. ايوة دي ماشي. the not impact the biggest impact can be on the children ده أكتر. what is the type of the text ايه نوع التكست ده زي ما انتم شايفين كده التكست ده blog من ليه عشان ايه هقول لكم انا هقول اولا عشان اعطيك الايميل ده بص هو مش باراجراف هو اي حاجه اي كلام مكتوب مرتب بعضه هيبقى باراجراف بس ده مش باراجراف ولا ايميل لان الاثنين دول ده مقال مش مستنى حد يرد عليا اساسا انا بتكلم. الايميل ده رسالة بيني وبين صديقة حبيبي. انما البلوج انا بستنى لايك وبستنى كومنت وبستنى مشاركة كمان. The underline word normal. normal يعني طبيعي. usual. صفحة 221. البرونونس اللي هو البرونون دي اللي هو هما يعني. refers to بتشير الى النباتات يا اخوانا. طبعا البلانتس. Where does Lino live? الناس اللي Lino ده بيعيش فين؟ في village in Andalusia. How can the weather affect the tomato plants? ازاي ان الطقس بيأثر على التوماتو بلانتس اللي هو نبات الطماطم؟ يعني هو عايز يقولك الطماطم حصل لها ايه؟ They get smaller. شكل الطماطم يبقى اصغر. Their leaves اوراقهم بتتحول للون البراون get براون بتبقى لونها بني بتتحلق. What is the best title for the text اللي هو climate change تغير المناخ المشكلة الكبيرة اللي احنا بنعاني بيها هذا الكوكب. Cars are not than motorbikes انت شفت than تختار more وصفها على طول. More expensive اياد is the not student in our class is the most intelligent عيل اشطر عيل. There is usually a knot in the desert because it doesn't rain very often there. There is usually drought. طبيعي ان يكون في جفاف في الايه في الصحراء. The knot is used to cool our house in hot weather. cool يعني تبرد البيوت بتاعتنا في الطقس الحار. اللي هو الاير كونديشن. Pollution has a negative effect. مش effect. Arabic effect يعني تأثير. Arabic is not than French. أسهل. Easier. Easy هي. شايف كلمة easy يا عزيزي. تمام. هتشيل الواي. اهي. وحتحط E. الحرف الآي يعني. وبعدين E R. Easier. The library is quiet. Quieter. تلا E R عشان ما تزعلش. He is the most successful. حطه most successful
butterflies are more colorful. She won a prize for the best invention. الاي كابتل بيدوكوا بنكتويشن يا سراولة، والايه بتاعت علي ايام علي. effects of climate change ده في قائمة تشغيل على القناة، تعالوا على قناة على قائمة تشغيل اسمها paragraph.